بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. وارسال رسائل الموبايل من داخل قواعد البيانات اكسس. الدرس ده هيمر بثلاث مراحل. هنتكلم عن الفكره، هو ازاي ممكن اوفيس ابلكيشن زي الوورد او الاكسل او الاكسس يبعت رسائل للموبايل. هنعمل مثال تطبيقي، وطبعا مثال تطبيقي هيكون بالاكسس. وفي الاخر عندنا دردشه مهمه، عندنا شويه كلام مهم هنقوله في الاخر. عشان كده اتمنى ان انتم تكملوا معايا لغايه الاخر. الدرس ده على غير المعتاد، ممكن يكون اطول شويه. قبل ما نبدا، انا بفترض ان انت عارف يعني ايه اي بي اي، يعني ايه ريفرنس لايبرري، ويعني ايه اوبجكت، وسمعت عن حاجه اسمها جيت اتش تي تي بي. لو انت ما تعرفش اي حاجه من دول مفيش مشكله، هتقدر تتابع معانا وتكمل الدرس. لكن كل الحاجات دي ان شاء الله هتكون مشروحه في الدوره الكامله اللي هي برمجه 2016. طيب، هو الفكره يعني ايه الفكره؟ ازاي ممكن نخلي اوفيس ابلكيشن زي الاكسس يبعت رساله للموبايل؟ تعالوا نقول باختصار ان ده مش هو الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي ان انا عندي في سيرفيس بروفايدر، في شركه بتقدم الخدمه، الشركه دي هي اللي تقدر تبعت رسائل للموبايل. فاحنا في الحقيقه محتاجين طريقه نخلي الاكسس يكلم الشركه دي يبعت البيانات. يعني بدل ما نيجي هنا ونقول له عايزين نبعت رساله للموبايل اللي رقمه كذا بتقول كلمه كذا، لا، هنكتب الكلام ده في الاكسس، الاكسس يبعته للشركه، الشركه تبعته للموبايل. يعني باختصار عايزين وسيط، والوسيط ده هيكون نوعه ويب سيرفيس، او هنبتدي نقول عليه اي بي اي او ابلكيشن بروجرامنج انترفيس. ايه موضوع الابلكيشن بروجرامنج انترفيس ده؟ هنفترض ان هو زي الباب اللي موجود هنا اللي هياخد شويه البيانات من الاكسس علشان يديها للويب سيرفيس علشان تبعتها للموبايل. الاي بي اي هي تكنولوجي بتسمح للتطبيقات تكلم بعض عن طريق ويب سيرفيس. برضه يعني ايه هيظهر اكتر لما نبدا نشتغل عملي، بس تعالوا نقول هو ايه الطرق اللي ممكن الاكسس يكلم بيها الاي بي اي او الويب سيرفيس. ممكن الاكسس يبعت البيانات باستخدام اكس ام ال، او باستخدام جافا سكريبت اوبجكت، او باختصار باستخدام سامبل يو ار ال. يعني باختصار عندي اكتر من طريقه الاكسس او الاوفيس ابلكيشن عموما يقدر يبعت بيها ريكويست، سواء علشان يسند او يجيت داتا للويب سيرفيس اللي هي هتنفذ التعليمات اللي هي انها تبعت رساله للموبايل. طيب تعالوا نعمل مثال تطبيقي. المثال التطبيقي اللي هنعمله هيكون باستخدام شركه اسمها اكسبيرت تكستنج. دي شركه بتوفر خدمات الاس ام اس. يعني لو رحنا لجوجل فايرفوكس، ادي الشركه اللي بتوفر خدمات الاس ام اس اسمها اكسبيرت تكستنج، واي شركه تاني مفيش مشكله. المهم ان الشركه دي عندها اي بي اي، عندها اي بي اي. ممكن الاي بي اي ده يعمل اربع حاجات: يقدر يبعت رساله، او يشوف الرساله وصلت ولا لا، ويقدر يقرا الرسائل اللي عندك، ويقدر يعرف الرصيد بتاعك. يبقى دول اربع حاجات اقدر اعملهم باستخدام الاي بي اي. يعني نقدر نقول دول اربع حاجات اقدر اعملهم باستخدام الاكس. انا عملت حساب على اكسبيرت تيستنج، وتقدر تعمل حساب فور فري، وهيديك 2 دولار تجرب بيهم، لكن مش تقدر تغير الرساله، تقدر تجرب بس ان الاي بي اي شغال. طيب انا ايه يهمني اعرفه من هنا؟ اللي يهمني من هنا من الاكونت اقدر اعرف اليوزر نيم، وطبعا انا عارف الباسورد بتاعتي، وحاجه اسمها الاي بي اي كي. يعني لو رحت للاكونت، طبعا في بعض البيانات هداريها، لكن انا هشاور لكم بس على اماكن البيانات. انا عندي حاجه اسمها اي بي اي كي، وعندي حاجه اسمها يوزر نيم، وحاجه اسمها باسورد. دول الثلاث بيانات اللي انا هحتاجهم دلوقتي. طيب تعالوا نروح للاي بي اي اللي مسؤول عن ارسال الرسائل. لما رحت للاي بي اي اللي مسؤول عن ارسال الرسائل، لقيت ان انا عندي اكتر من طريقه. عندي ان انا ممكن استخدم سامبل يو ار ال، او جافا سكريبت اوبجكت، او اكس ام ال. احنا نستخدم سامبل يو ار ال. السامبل يو ار ال ده شكله كده، ده شكل سامبل يو ار ال. تعالوا بس نغير حجمه، ولا مفيش داعي. السامبل يو ار ال ده عباره عن ويب ادرس فيها خمس معلومات هي المسؤوله عن ارسال الرسائل، فيها اليوزر نيم والباسورد والكي اللي انا لسه موريكم مكانه، والسندر اي دي. هي الرساله دي لما هتوصل للشخص هتوصل له مين اللي باعتها، وده رقم الموبايل اللي هبعت له، ونص الرساله، والتايب. التايب دي هستخدمها بس لو انا عايز ابعت لغه عربيه، غير كده هي تايب بتساوي تكست. تعالوا نجرب عمل. يعني انا مطلوب مني اعمل ايه دلوقتي؟ مطلوب مني اروح افتح الاكسس، وتعالوا نعمل بلانك داتابيز اسمها سامبل اس ام اس مثلا. داتابيز دي فاضيه، تقدر تعمل فورم ديزاين. احنا خلاص متفقين ان الويب سيرفيس محتاجه مني يوزر نيم وباسورد، ومحتاجه فروم، ومحتاجه كي، ومحتاجه تو، ومحتاجه نص الرساله.
احنا هنخلي ثلاثة منهم هكتبهم مباشرة في السامبل يو ار ال اللي هو ده، وتعالى بس نخلي تو والتكست ونص الرسالة هم اللي هيتاخدوا من الفورم. طبعا في الحقيقة انت مش تعمل كده، انت لازم تعمل لوجن على الاكسس فورم، وبناء على اللوجن ده تقدر تاخد اليوزر نيم والباسورد اللي هيبعتوا رسالة. لكن احنا عشان احنا بنجرب، ادي التكست بوكس وليكن ده اللي هيكون الموبايل نمبر موبايل تي اكس تي، وادي تكست بوكس تاني وده اللي هيكون اس ام اس تكست، ده نص الرساله. وطبعا عندي باتون هنا عشان لما ادوس عليه يبعت الرساله. طيب الباتون ده بقى هيشتغل ازاي؟ اون كليك كود بيلدر اوكي. طيب انا محتاج اعمل ايه دلوقتي؟ انا محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج فاريبل نوعه string عشان ده اللي هشيل الرسالة. يعني كان ممكن نسميه مثلا لو انا عايز يكون واضح قوي، ده اسمه السامبل يو ار ال، ده اللي هستبدل بيه اليو ار ال بتاع الويب سايت. طبعا ممكن نسميه اكس، سميه واي، سميه اي حاجة. ومحتاج اوبجكت نوعه، طبعا ده مجرد اسمه برضو، يعني ممكن نسميه واي، ده اوبجكت. اوبجكت يعني ايه؟ هي دي كبيره شويه، دي لازم نستنى بقى للدوره الكامله علشان نقول هو اوبجكت يعني. بس باختصار الاوبجكت حاجه ليها بروبرتيز، ليها خصائص وليها فانكشن. فانا هعمل اوبجكت ايا كان اسمه وليكن واي. الاوبجكت ده بيساوي او بيشيل الخصائص بتاع الاوبجكت اللي اسمه، معلش احنا سميناه ايه؟ وين اتش تي تي بي. ده عباره عن انستنت، عباره عن نسخه من الاوبجكت اللي جوه الويندوز اللي اسمه وين اتش تي تي بي دوت وين اتش تي تي بي ريكويست دوت 5.1. طبعا مفيش حد بيبقى حافظ الكلام ده، ده اسم الاوبجكت اللي موجود جوه الويندوز اصلا، فانا مش محتاج احفظه. طب انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز احط السامبل يو ار ال بتاعتي دي تساوي السامبل يو ار ال اللي موجوده هنا. طبعا لازم احطها از سترينج، لازم احط قبلها تو كوت وبعديها تو كوت. طيب عايز اقسمها على سطرين، ما عنديش اي مشكله، ممكن اجي بعد مثلا كلمه، قبل كلمه يوزر نيم اعمل تو كوت مسافه اند مسافه اندر سكور انتر تو كوت. طبعا ينفع اقسمها على سطرين، ثلاثه، اربعه، زي ما انا عايز. طيب انا لو جيت في اليو ار ال ده دلوقتي، تعالوا بس نكمل الكود الاول. الاوبجكت بتاعي اللي اسمه وين اتش تي تي بي دوت اوبن، مع استخدام جيت، انا عندي تو جيت اند بوست بس انا استخدم جيت. الفاريبل بتاعي اسمه سامبل يو ار ال مع فولس. هنقول الكود ده بيعمل ايه حالا. حاضر. طيب هو انا كده بعمل ايه؟ كده انا خدت السامبل يو ار ال حطيته جوه الاوبجكت بتاعي اللي اسمه وين اتش تي تي بي. طب وبعدين؟ وين اتش تي تي بي اللي هو الفاريبل بتاعي دوت سند. كده كنا عملت ايه؟ وين اتش تي بي اللي هو الاوبجكت بتاعي دوت سند دي بتعمل ايه؟ دي كاني خدت اليو ار ال ده حطيته فين؟ في اي متصفح، في الانترنت، في جوجل كروم، فايرفوكس، في انترنت اكسبلور. يعني انا دلوقتي لما بدوس على الباتون كاني خدت الكلام ده وكتبته في متصفح. هو مفيش حاجه حصلت؟ لان انا ما كريتش اوبجكت عشان يشيل الايه؟ الكوماند. لكن تعالوا نشوف هو فعلا راح للمتصفح وحاول يساله السؤال ده. طيب الوين اتش تي بي لما بيروح متصفح بيرجع بحاجه اسمها ريسبونس. فتعالوا نكريت فاريبل تاني نسميه مثلا ريسبونس او ريزلت. وتعالوا نخلي الفاريبل اللي اسمه ريسبونس ده بيساوي نفس الاوبجكت بتاعي دوت ريسبونس تكست. وتعالوا نعمل مسج بوكس
المسج بوكس دي فيها الريسبونس. يعني ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي مش متاكد قوي ان الكود اللي هنا حصل. فوين اتش تي تي بي دي دوت اوبن لما بتعمل سند، يعني حطت المتصفح، حطت اليو ار ال ده في متصفح في براوزر في انترنت اكسبلورر، فلازم يجي لها حاجه اسمها ريسبونس تكست. فانا عشان اتاكد ان هي راحت ورجعت بتاكد منين؟ من ريسبونس تكست. طبعا هي المفروض هترجع تقول لي اليوزر نيم والباسورد غلط، لان مفيش يوزر نيم اسمه ستار سيتي ولا باسورد اسمها ستار سيتي 123. فتعالوا نجرب. debug object required. طبعا هو الخطا واضح جدا بس احنا مش واخدين بالنا. الاوبجكت بتاعنا اسمه وين اتش تي تي بي مش اتش بي بي، معلش يعني هو خطا بس في كتابه اسم الاوبجكت. هو ما يعرفش حاجه اسمها وين اتش تي بي، هو يعرف حاجه اتش تي تي زي الاسم اللي كتبناه هنا. يعني كنا كتبنا هنا اكس، كنا هنا نكتب اكس وهنا نكتب اكس وهنا نكتب اكس وهنا نكتب اكس. طيب تعالوا بقى نجرب تاني. رد قال له ان انت حاولت تبعث رساله وما جاش رد علشان عندك الحاله بتاعتك ثلاثه. يعني ايه الحاله ثلاثه؟ ما هو اي اي بي اي زي ده كده بيبقى فيه ستاتس. معنى ان هو رد الثلاثه ان هو عايز يقول لك ان الكريدنشال اليوزر نيم والباسورد مالهم غلط. معنى كده ان الكود بتاعنا سليم 100%، فاضل بس ان احنا نعدل اليوزر نيم والباسورد والكي. طيب يعني انا عايز اقول دلوقتي ان انا في الكود بتاعي ده لو حطيت اليوزر نيم بتاعي والباسورد بتاعتي واي رقم موبايل هنا واي رساله هتتبعت، هتتبعت مباشره. طيب يعني انا معنى كده ان انا لو حطيت هنا موبايل، بحط الموبايل بالصيغه الدوليه من غير الصفر صفر، يعني انا لو حطيت الموبايل القطري اهو والرساله مثلا عشان نجرب يوتيوب فيديو. طيب انا طبعا هخفي اليوزر نيم والباسورد وانا بكتبهم، بس انا هكتبهم وانا بسجل بس. وتعالوا اجيب الكي. طيب انا دلوقتي كتبت اليوزر نيم والباسورد بتوعي، كتبت رقم موبايل وكتبت الرساله جوه الكود سند، وتعالوا نشوف هيرد علينا برقم كام. المره اللي فاتت رد علينا برقم 3 اللي هي معناها الرساله ما اتبعتتش، المره دي رد عليا بصفر. تعالوا نشوف صفر دي معناها ايه كده. صفر دي معناها ان الرساله نجحت، الرساله وصلت. يعني انت ممكن تحول الرساله دي لرساله تقول للمستخدم ان الرساله وصلت ونجحت. طبعا هوريكم الرساله لما توصل، هحط السكرين شوت للموبايل بعد الرساله ما وصلت. طيب انا مش عايز اعمل كده، انا مش عايز ابعت رساله ثابته، انا عايز اخليه ياخد الرقم الموبايل والرساله من هنا. طبعا ده موضوع بسيط جدا، هو مش ده اسمه موبايل تكست وده اسمه اس ام اس تكست؟ خلاص بقى، يعني انت المفروض راجل عارف ان انت ممكن تيجي في الكود تيجي مكان تو هنا وتعمل تو كود اند تو كود، وتكتب بس بتوين التو كود دول مي دوت موبايل تكست، وتعمل نفس الكلام مع التكست مسج تو كود مسافه اند مسافه اند مسافه تو كود مسافه، وهنا هنكتب مي دوت اس ام اس تكست. كده انا في الفورم هنا لو كتبت اي رقم موبايل ولو كتبت هنا الرساله وقلت له سند، المفروض يرد عليا بصفر اللي معناها ان الرساله اتبعتت. طيب احنا كده خلصنا المثال العملي، تعالوا بقى نرجع للدردشه المهمه جدا اللي انا عايز اقولها. هو انا لو محتاج حاجه زي كده، هل فعلا اعمل سيلف سورسنج واكتب الكود بنفسي، ولا اعمل اوت سورسنج واجيب حد فعلا يعملها لي وادفع الفلوس؟ لو انت شركه، لو انت منظمه، لو انت حد محتاج حاجه زي كده، لا اعمل اوت سورسنج. حتى لو انت عارف الفكره، حتى لو انت عارف الكود. يعني طبعا الاستاذ عبد العاطي حمدان عامل نموذج ممتاز ممكن تستخدمه بشكل مباشر. انت حد عايز يجرب، عايز يتعلم كود،
اعمل سيلف سورسنج. حد عنده فريق بروجرامر اعمل سيلف سورسنج، لكن ما تبقاش تشتغل في مجال تاني خالص ومصر تكتب الكود بنفسك. يعني الموضوع مش بالبساطه اللي بتبان واحنا بنشرح. الموضوع فيه تفاصيل كتيره، وفي لايبرري، وفي كودينج، ولازم تتعلم حاجات، ومش تصحى من النوم الصبح تقول انا بروجرامر، ومش بين يوم وليله هتكون بروجرامر. انت محتاج مجهود، محتاج عمل متواصل، محتاج فعلا تكون حابب تعمل الموضوع ده وعندك استعداد تبذل وقت ومجهود علشان. اخر حاجه بصراحه انا ما كنتش ناوي اشرح الدرس ده، وده من مجموعه دروس انا شايف ان او كنت عندي قناعه ان اللي عايز حاجه زي كده هيكون حد وصل لنهايه الموضوع فيقدر يعملها بنفسه. لكن خلاني ارجع واشرحها شويه حاجات. اولا ان ما لقيتش حد عربي شارحها ولا حتى اجنبي، يعني حاولوا تدوروا كده على الانترنت على حد شارح الطريقه بالترتيب مش هتلاقوا. انا مش بقول كده عشان اتباهى، لكن هي دي الحقيقه للاسف. رقم اثنين، ان عمر ما كان تقديم المعلومه خطر. الخطر ان الناس تبدا تتحرك وهي عندها معلومات قليله. دايما ابني معلومات كتير جدا وتعلم واغلط مره واثنين وثلاثه واربعه قبل ما تقول ان انا بروجرامر وهعتمد على نفسي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.